انا ايه الفلاح فيجوال ارتست، بقول على نفسي فيجوال اكتر من فنانه تشكيليه، عشان حسب الموضوع بستخدم الوسيله بتاعه التنفيذ. بدايه شغلي كلها كانت ليها علاقه بالفيجريتيف بالفيجر، وبعد كده انتقلت الفتره كلها ابستراكت، ومؤخرا بقت فتره ما بين الابستراكت وما بين الفيجر. شغلي دايما مرتبط باحساسي، بمشاعري، بالفترات اللي بعيش بيها. المعرض الاخراني اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو اذا نسيت سي جو بلي، نفس الكلام، مرتبط باحساسي ومشاعري، بس الفرق المره دي ان انا لقيت جمله توصف المشاعر دي. الجمله دي لقيتها بالصدفه في الاغنيتين اللي انا استخدمتهم في المعرض، اللي هما بتوع جاز، اللي هي رابيل موا وماغو. الاغنيتين دول بنيت عليهم الشغل بشكل كبير، وبقوا هما الباك جراوند الدرامي اللي بيشيلوا الشغل. الشغل بتاعي في معظم كائنات فضائية أو رسومات طفولية بشكل كبير، فبقت أغنية جاز هي اللي بتزود البعد الدرامي للموضوع أكتر وأكتر. فبس، واستخدمت كمان الكتابات بتاعة الأغنية. أنا بشكل عام الكتابات من 2013 بستخدمها في شغلي. أول مشروع كان يحصل فيه الكلام ده كان مشروع اسمه ميكروباص ريسر، كان قائم كله السيفيات كلها على الكتابة. الكتابات بيبقى فيها أغاني، قرآن، حتى لو ألفاظ، كان كله قائم على سواق الميكروباص ده بيقول إيه فبيتكتب. فالمرة دي بقت نفس الكلام، بس بقت الكتابات بقت تعمل حلول بصرية أكتر، وبتشيل جواها جانب مشاعرك.